هذه شهادة من الله للسابقين إلى الإيمان والهجرة والنصرة والجهاد من المهاجرين والأنصار. كيف استطاع أصحاب النبي أن يتلقوا هذا الثناء الإلهي ويسمعونه آيات يرتلها المسلمون في كل مكان؟ لا تسبوا أصحابي، لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هؤلاء يا أيها الإخوة هم صحابة رسول الله. برنامج والذين معه مع شيخ إبراهيم النعمة يأتيكم بإذن الله من السبت إلى الأربعاء عند الساعة 10:15 بتوقيت مكة المكرمة، ويعاد في الأوقات التالية.